من يومين كانوا قاعدين قدام بعض او بيلعبوا بعض في نهائي جمهورية، والنهارده قاعدين معانا في حصاد الابطال قدام بعض. لازم ارحب بيهم، منوريني ومشرفيني ومنورين قناه الاهلي كابتن محمد شومان، الف مبروك على البطوله ومنورنا. الله يبارك في حضرتك ومتشكر جدا لحضرتك. والمنافس الاخر ونجمنا الكبير نجم النادي الاهلي كابتن محمد البيلي، منورنا ومشرفنا. ربنا يخليك يا كابتن خالد، وانا مبسوط ان انا مع حضرتك وفي بيت النادي الاهلي، وشكرا على المقدمه الجميله دي. بكلمك بصراحه، يعني هنبدا معاك انت الكبير بقى سنا. من يومين تنافس، النهارده عادي جدا، شايفكم هزار وضحك وانطباع جميل جدا داخل الالعاب الفرديه داخل النادي الاهلي، تقول ايه؟ طبعا الحمد لله احنا كلنا في النادي الاهلي اخوات واصحاب، كل واحد طبعا بيبقى بينافس عايز ياخد اكيد بطوله الجمهوريه الفردي، بس احنا في الاول وفي الاخر اهم حاجه عندنا ان احنا نكسب اللعيبه الثانيه اللي في الفرق الثانيه المنافسه، وكده كده بتبقى البطوله يعني محسومه في النادي الاهلي سواء اول ثاني او ثالث، ده بيبقى ده الاهم اللي عندنا. يعني الاهم اللي عندنا ان البطوله تكون داخل النادي الاهلي، وده شيء مهم، لكن برضه هسال نفس السؤال، تتنافسوا ازاي مع بعض؟ الروح اللي موجوده وبعد الماتش نسلم على بعض واحنا لعيبه نادي اهلي تقول مبروك وهارد لك ازاي؟ هو يعني مبدئيا اول حاجه التنس طاولة احلى حاجه فيها ان هي لعبه فرديه ولعبه جماعيه كمان في نفس الوقت. كويس. فده ممكن يكون مولد ما بيننا ان احنا كلنا يعني روح واحده بنلعب باسم النادي الاهلي. انا البيلي، خالد عاصي، سيد لاشين، شادي مجدي، عمر بدير، اي حد من الفرقه كلها، كلنا بنلعب باسم واحد. فحتى بعد ما خالد عاصر كان بيكلمني يطمن عليا في البطوله، البيلي لعبت معاه في المجموعه اصلا قبل الفاينل، ما كانش فيه يعني، بعد ما خلصت قال لي شد حيلك واكسب، وانا برضو نفس الكلام. يعني احنا نفسنا اهم حاجه ان احنا الاثنين يعني اي اثنين يوصلوا فاينل الاهلي. يعني احنا اعتقد بناخد المراكز الاولانيه في النادي الاهلي. الحمد لله، يعني الحمد لله بقالنا فتره طويله جدا بناخد، يعني لازم واحد من الاهلي هو اللي واخد اول بطوله. يعني الحمد لله، يعني المره دي انا، المره اللي فاتت كان البيلي، المره اللي قبلها كان شادي مجدي، المره اللي قبلها كنت انا برضو. ما شاء الله. فدايما بناخد احنا الحمد لله دايما اول المراكز على طول. احلى شعور في